تحياتي وكل عام وحضراتكم بألف خير، ولقاء بيتجدد يوميا على شاشة النيل الأخبار، محاولة لرصد أهم وآخر الأنباء اللي حدثت على مدار اليوم. وهبدأ بنشاط السيد رئيس الجمهورية، حيث تلقى اتصال هاتفي من السلطان هيثم بن طارق آل سعيد سلطان عمان، وهذا الاتصال تناوله خلاله العلاقات الثنائية في إطار مسيرة متميزة للتعاون بين البلدين، فضلا عن بحث تطورات العديد من الملفات الإقليمية المختلفة ذات الاهتمام المشترك. الزعيمان أيضا تبادلا التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وأكد الجانبان حرص البلدين على تعزيز علاقات الشراكة في المجالات المختلفة. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال استقباله لوزير الخارجية الصيني وانغ يي حرص مصر على الارتقاء بمستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة واللي بتجمع مصر والصين، خاصة وإن العام الحالي يتزامن مع مرور 65 عام على إقامة علاقات دبلوماسية مصرية صينية، واللي بتعتبر أول علاقات دبلوماسية للصين مع الدول العربية بأكمل. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد وانغ بي وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية، وذلك بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية وسفير الصيني بالقاهرة. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس رحب بالمسؤول الصيني في مصر، طالبا سيادته نقل تحياته إلى رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ، ومؤكدا حرص مصر على الارتقاء بمستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تجمع البلدين، خاصة وأن العام الحالي يتزامن مع مرور 65 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية المصرية الصينية، والتي شهدت مسارا ممتدا من التعاون والتنسيق بين البلدين في شتى المجالات، وكذلك الاستفادة من التجربة الصينية التي تعد قصة نجاح يسعى العالم إلى دراستها بهدف الدفع بالتنمية الشاملة لرخاء ورفاهية الشعوب. من جانبه نقل وزير الخارجية الصيني إلى السيد الرئيس رسالة شفهية من الرئيس شي جين بينغ تضمنت تأكيد حرص الصين على استمرار تطوير علاقاتها الاستراتيجية مع مصر، ومشيرا إلى ما تكنه بلاده من احترام وتقدير للسيد الرئيس ولمصر في ظل دورها المحوري كركيزة أساسية لاستقرار منطقة الشرق الأوسط وثبات دعم الصين لمصر في جهود التنمية الشاملة ومكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة. واتصالا بتعزيز علاقات التعاون الثنائي بين البلدين على المستوى الدولي، أوضح وزير الخارجية الصيني قبول انضمام مصر كشريك حوار في منظمة شنغهاي للتعاون التي تتناول التنسيق والتعاون في مجالات مكافحة الإرهاب والتطرف والطاقة والعلوم. وذكر المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد استعراضا لآفاق تعزيز أوجه التعاون الثنائي بين البلدين، حيث تمت الإشادة في هذا الإطار بالتنسيق الذي تم على أعلى المستويات منذ اندلاع أزمة وباء كورونا، وصولا إلى التوقيع على اتفاقية التصنيع المشترك للقاح ساينوفاك في مصر، بما يدعم الاستراتيجية الوطنية لتوطين صناعة الأدوية واللقاحات في مصر، مع الإعراب عن التطلع إلى استمرار التعاون المثمر بين البلدين على كافة المستويات، سعيا لتعزيز الجهود الدولية في مواجهة تداعيات الوباء. كما أكد السيد الرئيس الحرص على الاستفادة من الخبرات الصينية المتميزة في دعم البرامج والأنشطة التنموية والمشاريع القومية بالدولة، خاصة في ضوء البنية التحتية الحديثة التي باتت تتمتع بها مصر والتي تتكامل مع المبادرة الصينية الحزام والطريق، وكذلك الدور الهام الذي تقوم به المنطقة الصينية المصرية للتعاون الاقتصادي والتجاري بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس باعتبارها نموذجا ناجحا للتعاون الاستثماري بين البلدين. كما تطرق اللقاء إلى آخر تطورات قضية سد النهضة، حيث أكد السيد الرئيس موقف مصر الثابت بالحفاظ على أمنها المائي المتمثل في حقوقها التاريخية في مياه النيل، وذلك بالتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم لملء وتشغيل سد النهضة يحقق مصالح الجميع بشكل عادل. وقد أوضح وزير خارجية الصين تفهم بلاده التام للأهمية القصوى لنهر النيل لمصر، ومن ثم مواصلة الصين اهتمامها بالتوصل لحل لتلك القضية على نحو يلبي مصلحة جميع الأطراف.
وزير الواقع وزير الخارجية المصري سامح شكري مع مستشار الدولة وزير الخارجية الصيني وانغ يي اليوم بمدينة العالمين اتفاق لإنشاء لجنة تعاون حكومية مشتركة. جاء ذلك بعد عقد الوزيرين جلسة مباحثات ثنائية تلتها جلسة موسعة ضمت وفدي البلدين، وتناول اللقاء والذي عقد بمبنى رئاسة مجلس الوزراء بمدينة العالمين في الساحل الشمالي تناول العلاقات المصرية والصينية وسبل التعزيز لهذه العلاقات ومجموعة من القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك. رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي كان موجود النهاردة في منطقة العالمين وأكد أن هذه المنطقة منطقة واعدة بالعديد من الفرص الاستثمارية ومنطقة جاذبة لمجالات العمل والسياحة. وخلال هذه الجولة التفقدية لعدد من الأبراج السكنية والمنطقة الشاطئية الترفيهية بالعالمين الجديدة وجه رئيس الوزراء بضغط معدلات التنفيذ في المشروع للإسراع من انتهاء. خلال جولته بمدينة العالمين الجديدة تفقد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عددا من المشروعات السكنية والسياحية بالمدينة. أبراج مارينا العالمين كانت المحطة الأولى للزيارة، حيث استمع إلى شرح من وزير الإسكان الذي أكد الانتهاء من تنفيذ الهيكل الخرساني لعدد 15 برجا سكنيا واستكمال تنفيذ 3 أبراج أخرى، مشيرا إلى البدء في أعمال الأساسات لسبعة أبراج أخرى في المنطقة. كما تفقد مدبولي أعمال التشطيب لنماذج من الأبراج الشاطئية، حيث أشار رئيس جهاز مدينة العالمين الجديدة إلى الانتهاء من تشطيب 14 طابقا وجاري العمل في واجهات 27 طابقا. رئيس الوزراء كلف بضغط معدلات التنفيذ في هذا المشروع والانتهاء من تخطيط الشوارع في المنطقة المحيطة بالأبراج وتشجيرها بشكل مكثف. كما تفقد مدبولي المنطقة الترفيهية الممشى والتي تضم محال ومولات تجارية وأربعة أنفاق لعبور المشاه وبحيرات، وشدد رئيس الوزراء على استكمال أحواض الزراعات والزهور باعتبار أن منطقة الممشى هي رئة الحياة لمدينة العالمين الجديدة. وتضمنت الجولة تفقد مسجد العالمين الجديدة والذي تم تنفيذه بالمدينة التراثية، ثم مشروع إسكان الحي اللاتيني والذي يضم 220 عمارة سكنية وتنفذه 6 شركات، ووصلت نسب الإنجاز في المرحلة الأولى منه إلى 94%. كما تفقد مدبولي جامعة العالمين الدولية والتي تضم 16 كلية ومكتبة مركزية وساحات ترفيهية وملاعب رئيسية ومستشفى جامعي وسكنا للطلاب وأعضاء هيئة التدريس ومعامل كمبيوتر ومعامل فيزيائية. وأشاد مدبولي بإمكانات الجامعة وإبرامها شراكات دولية مع الجامعات الأجنبية الكبرى بما يتيح منح خريجيها شهادات مزدوجة. كما أكد مدبولي أن دعم القيادة السياسية حقق طفرة غير مسبوقة للتعليم الجامعي، فيما أكد وزير التعليم العالي أن هناك خطة للتوسع في إنشاء الجامعات، مشيرا إلى أنه جاري الانتهاء من إنشاء 12 جامعة أهلية جديدة بخلاف بدء الدراسة فعليا في 3 جامعات أهلية، إضافة إلى جامعة المنصورة الجديدة الدولية للعلوم والتكنولوجيا المقرر بدء الدراسة بها خلال العام الجامعي المقبل. هشام حامد، النيل. كما هو الحال مع جميع الوزارات المعنية في مصر وحالة الطوارئ الموجودة بمناسبة الأعياد، الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان أعلنت عن خطة تأمين طبي خلال فترة الاحتفال بالأعياد، وخطة وزارة الصحة لا تمتد على مستوى الجمهورية كله، لا في إطار جهود الوزارة. التركيز بالتأكيد هيكون عن نشر فرق تواصل مجتمعي بالمحافظات المختلفة خاصة المحافظات الساحلية والالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية لفيروس كورونا، وبنتكلم على 2190 سيارة إسعاف هيتم الدفع بيها حال حدوث أي شيء في مستوى الجمهورية بأكمله. بهذه المناسبة أيضا عيد الأضحى المبارك، الشركة القابضة للصناعات الغذائية أكدت أن عمليات ضخ اللحوم السودانية وصلت لأكثر من 170 طن في اليوم الواحد استعدادا للعيد. والشركة القابضة قالت بأنها تضخ يوميا كميات كبيرة من الخرف المبردة بجميع منافذ الوزارة. أكثر من 10,000 رأس ماشية قد خرجت من هنا كي توزع على منافذ البيع التي تنتشر بمحافظات الجمهورية استعدادا لعيد الأضحى المباركة. في مزرعتين في السودان ساعد كل واحدة منهم 35,000 رأس بغزوم تغذية بعلف مصري بتبعت هنا من مصر.
المحطة قبل الأخيرة لها كانت بمجزر البساتينة للحوم السودانية 170 طن تخرج منه يوميا هذه الأيام لتلبية احتياجات المواطن من اللحوم السودانية الطازجة أو الخراف المبردة. نوصل ل 160-170 طن في قبل العيد، يوم الوقفة يكون 170-180 طن. لتكون المحطة الأخيرة بأكثر من 1500 منفذ تباع بهم اللحوم السودانية الطازجة ب 85 جنيها والخراف المبردة ب 95 جنيها للكيلو. بينزل 15 عجل لكل مجمع سوداني أو بلدي مع 25 خروف مبرد. ولأن المنظومة تبدو متكاملة ما بين اللحوم الطازجة والخراف المبردة فقد وضعت الخراف الحية على قوائم التوفير. وبنجاح الدولة في توفير كل هذه الكميات من اللحوم فإن الخراف الحية أيضا قد وضعت على قائمة التوفير. فبخمسة وستين جنيها للكيلو القائم تباع الخراف الحية بأكثر من 40 شادرا قد انتشرت بالمحافظات. لما تيجي تشتري خروف من عند أي تاجر أو من أي واحد بتاع موقف بص بزينة الخروف فين؟ اللحم الرباني، شد فروة الخروف لو طلعت في إيدك يبقى الخروف ده تعبان. على أي حال فإن التموين قد استعدت جيدا لعيد الأضحى المبارك، فمن اللحوم الطازجة إلى الخراف الحية قد توفر كل شيء لتلبية احتياجات المواطنة من اللحوم. رمضان الشحات، النيلة. وبالتأكيد وزارة الزراعة هيكون ليها دور كبير في هذه الأيام. الوزارة أعلنت عن تشكيل غرفة عمليات هتباشر أعمالها ميدانيا في الأسواق للمراقبة على اللحوم بمنافذ البيع المختلفة. وأعلنت الوزارة أيضا أن اللجنة اللي تم تشكيلها من الهيئة العامة للخدمات البيطرية ستتأكد من جودة وسلامة اللحوم المقدمة للمواطنين خلال فترة الأعياد. توفير كميات كبيرة من اللحوم وبأسعار مخفضة واحدة من ضمن إجراءات الخطة الشاملة التي وضعتها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي استعدادا لعيد الأضحى المبارك. تخفيضات من 25-30% بحيث أن البيت المصري ياخد حاجته كلها كاملة من منافذ وزارة الزراعة. كما تم ضخ المزيد من السلع الغذائية المتمثلة في منتجات الدواجن والألبان وغيرها من السلع بمنافذ الوزارة سواء الثابتة أو المتحركة في مختلف المحافظات. عندنا طبعا جميع أنواع العسل زي عسل النحل، عندنا البقوليات وزيت الزيتون، يعني كل ما هو يعني يتعلق بالمواطن المصري إن شاء الله موجود عند منافذ وزارة الزراعة بكمية كبيرة. طبعا اللحوم والأضاحي في مختلف المنافذ خضعت لحملات بيطرية مكثفة من جانب جهات رقابية مختلفة وكذلك تنفيذ زيارات ميدانية بالأسواق للتأكد من سلامة الأضحية واللحوم حفاظا على صحة المواطنين. أقل من بره 40-50 جنيه تمام. حاجة الإجراءات اللي هي بتتم بتروح المذبح الدكتور بيكشف عليها، ليها ختم من الحكومة، بتيجي إجراءات الحكومة هي اللي برضو بتكشف عليها إن هو بيبقى في حضرتك لجنة واقفة معانا وأنا ببيع اللحمة. منتجات وزارة الزراعة شهدت إشادات واسعة من قبل المواطنين من حيث الجودة والأسعار ومراعاة الإجراءات الاحترازية أثناء التواصل مع الجمهور. حاجة جميلة جدا وأسعار ممتازة، يعني أسعار 105 كندوز. مش حكاية أرخص والله يا بنتي، يعني حكاية الطعم. المنتج بلدي مش مستورد، يعني وهنا حتى ناس يعني فاهمة زي حتى شكل اللحمة ولونها والطعم كمان. وهكذا تحرص وزارة الزراعة على ضخ لحوم مستوردة بشكل يومي من خلال منافذها لتلبية احتياجات مختلف فئات المجتمع. شراء اللحوم بأنواعها عادة يحرص الكثير من المواطنين على شرائها مع قدوم عيد الأضحى المبارك من ناحية، ومن ناحية أخرى اتخذت وزارة الزراعة استعدادات مكثفة من خلال توفير منتجات غذائية ولحوم وأضاحي لتلبية احتياجات المواطنين في مختلف المنافذ. أسمى حسن، النيل. وبالتأكيد وزارة الداخلية هتكون واحدة من الوزارات اللي ليها أكبر وأهم دور في الأيام القادمة، لأنه الجمهورية بأكملها في إجازة طويلة والأعياد بالتأكيد، فهيكون في تعامل مع حملات مكثفة سواء مخالفات مرورية، حملات تموينية، ضبط أسواق، ضبط سرقات، أعمال بلطجة، أيا كان هيكون لوزارة الداخلية الدور الأبرز.
تتواصل جهود وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية لمواجهة الجريمة بكافة صورها. وعلى مدار أسبوع نجحت أجهزة الوزارة في تحقيق نتائج متميزة في كافة مجالات العمل الأمنية. ففي إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التي أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 6738 قضية تموينية متنوعة، وضبط 1734 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة بمضبوطات 11962 أرجيلة، إضافة إلى غلق 6248 محلا مخالفا لقرار مواعيد الغلق. كما تم ضبط عدد 80429 شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية. وإلى قضايا الغش التجاري والتلاعب بالدعم، أسفرت جهود وزارة الداخلية خلال أسبوع عن ضبط 10188 قضية تمونية متنوعة، من بينها 159 قضية بيع اسطوانات بوتاجاز في السوق السوداء، وضبط 16 قضية مواد بترولية بمضبوطات بلغت 355,900 لتر مواد بترولية تم تجميعها لبيعها في السوق السوداء، إضافة إلى ضبط 10013 قضية تمونية بمضبوطات وزنت أكثر من 1216 طن سلع غذائية متنوعة. وفي مجال تحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 252,587 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 32,158 مخالفة تجاوز السرعة المقررة. وخلال الحملات المرورية على الطرق تم إجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 5247 من قائدي المركبات، تبين إيجابية عدد 303 سائقا منهم. كما تم المرور على 170 مدرسة وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 392 من سائقي حافلات المدارس، تبين إيجابية 7 سائقين. كما تم فحص 510 حافلة مدارس، تبين مخالفة 93 مركبة لاشتراطات الصلاحية الفنية. كما تم رفع 327 سيارة و14 دراجة نارية متروكة ومتهالكة. وفي مجال الأمن السياحي، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط 2800 قضية ومخالفة في مجالات حيازة الآثار والحفر والتنقيب عن الآثار. وفي مجال قضايا التيار الكهربائي، ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 82,144 قضية في مجال سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد، بقيمة مالية محصلة في هذه القضايا بلغت 69,631,349 جنيها. وفي مجال قضايا المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 226 قضية، من بينها 199 قضية في مجال عرض مصنفات سمعية وبصرية بالمخالفة للتعاقدات، عدد من المحال ألعاب إلكترونية تقوم باستخدام وبيع اسطوانات الليزر وبرامج حاسب آلي مقلدة ومنسوخة بدون ترخيص، وكذا 27 قضية في مجال جرائم المطبوعات ضبط خلالها عدد من المكتبات والمطابع لحيازتهم كتب مقلدة ومنسوخة وبدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية وبدون أرقام إيداع. وفي مجال قضايا الأموال العامة، تمكنت أجهزة الوزارة من ضبط 13 قضية في مجال مكافحة جرائم الأموال العامة بقيمة مالية بلغت 99,458,976 جنيها مصرية.
وفي مجال قضايا التهرب الضريبي، تمكنت أجهزة الوزارة من ضبط 1438 قضية بمبالغ مالية بلغت أكثر من 1,115,071,000 جنيه. قيمة تعاملات مالية مخفاة لم يقم الممولين بإخطار مصلحة الضرائب بها، وجاري فحصها فنيا بمعرفة المصلحة لاستيداء الضرائب المستحقة عليها. كما بلغت قيمة المبالغ المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة 2,927,799 جنيها.